بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة طرف الدبوك، المزرعة رقم واحد على اليوتيوب أو آت فارم ون. النهاردة إن شاء الله حنناقش معكم موضوع إجارة الأرض، سواء كانت في الأرض الرملية أو الأرض السوداء. إيه المشاكل هنا وإيه المشاكل هنا، وإزاي تتغلب على المشاكل دي، وشوية نصايح تاني كده للي عاوز يزرع في الأرض الرملية. فتابعونا بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة لما اشتركش، إن أغلب اللي بيشاهدونا غير مشتركين في القناة. الله يديك العافية يا باشمهندس. الله يبارك فيك. دلوقتي هل من السهل الحصول على أرض، يعني سواء هنا في الأرض السوداء دي أو في الجبل في الأرض الرملية؟ والله حاليا جبت في عملية صعبة خالص، الإيجارات توفير إيجارات ما جبت عملية صعبة خالص مش موجود. طبعا بسبب يعني الزراعات الحبوب والحاجات دي جبت الهجيمة، ففي إقبال على الزراعة يعني في الأرض السوداء يعني وفي الجبل. طبعا الارض السوداء محدوده اصلا، الارض السوداء محدوده اصلا ويعني يعتبر شبه متوزعه يعني، فما فيهاش فضار قوي يعني. لكن هو التوسع المفروض في الارض الصحراويه، لكن الارض الصحراويه فيها مشاكل كثيره يعني. واكبر مشكله هي الميه، فانك عشان تروح مكان تتاجر فيه، هل الميه متوفره؟ هل الميه مكفيه؟ يعني من ضمن مثلا انك تروح تتاجر في مكان، المكان ده مثلا بيزق كهرباء مثلا، لكن هي مجموعه من الناس مشتركه في نفس العداد، كميه من الناس كثيره يعني، كميه من الناس كثيره خالص. فلما يجي يلموا اخر الشهر مفروض الفاتوره، يعني جزء كبير من الناس دي مش عارف، فتتراكم العجز ده، فالفاتوره ما تدفعش، فبتوع الكهرباء يجي قاطعين الكهرباء تقطع بال 20 يوم والكلام ده. فالناس كتير زرعها يموت الفترة دي، وهم مش لاقيين حل يعني، الكلام ده دي سنين مش عارفين يحلوها مع بعض. برضو من ضمن الاشياء انك كنت تكون شغال وتحصل عطلة، موتور يتحرق، يعني اي عطلة في المية، فما موضوع مكلف، ما حدش يكون جاهز مستعد ان هو يصلح، فقبل ما الناس تعرف تصلح والكلام ده كله يكون الزرع مات. فالجبل مشاكل كتيرة يعني، نسبة كبيرة ممكن يفشل يعني. طب كده الافضل يعني ان انا نتاجر في الارض الصحراويه ولا نتاجر هنا في الارض هو الافضل الارض السوداء؟ الارض السوداء طبعا هي الاجود واللي هي اريح وما فيهاش مشاكل وما فيهاش مخاطره، لكن محدوده. دي اراضي قديمه ويعني خلاص كل واحد عارف مكانها فين يعني، الفضار فيها قليل خالص يعني نادر يعني. نشوف هنا في الصعيد تلقاها يعني كل واحد واخد لها شرخه كده يعني ما فيش 2 متر كده وطالع بيها. في العمليه ضيقه جدا هي. المفروض توسع في الارض الصحراويه، الارض الصحراويه مشاكلها كثير، واللي هي اكبر مشكله الميه طبعا، الملوحه والتربه ومش عارف ايه والكلام ده، المشاكل دي كلها. والله احنا نتمنى يعني لو في حد عنده ارض يعني في الجبل او في الارض السوداء حتى وعاوز ياجر، احنا يعني مستعدين يعني. طب في حدود اي منطقه جغرافيه يعني؟ لكن احنا حدود ارمنت هنا. ارمنت والحواجر بتاعت ارمنت ورزقات اي حته يعني. طب لو هو عايز يشاركك مش والله عايز اجرك، هو عاوز يكون شريك، هو الشرك يعني الشرك في الحاجات اللي هي واضحه وصريحه مثلا القمح ومش عارف ايه والكلام ده اللي هي ايه، لكن الشرك في حاجات زي الخضار فيها مخاطر جامد. يعني ما في غالب ما بقدرش اتحمل يعني، احنا متعودين على المكسب والخساره، لكن الشخص العادي ده بيبقى صعب عليه الكلام ده، فاحنا بنتحمل مخاطرها مش داعي نعرضه حد المخاطره يعني. طب لو واحد رايح يتاجر في الارض الصحراويه او الارض الرمليه اللي في الجبل دي، ايه ننصحه بايه يعني؟ والله طبعا انك تروح تتاجر في الارض الصحراويه دي مخاطره شديده، وناس كثيره منهم احنا برضو يعني خسرنا فيها بسبب المشاكل بتاعه الارض والميه يعني، الميه بالذات. فانت لازم متاكد ان يعني الميه عندك متامنه تماما، والا يعني الخساره هتبقى حتميه. الجبل ما بيستحملش كام يوم والارض تموت طبعا، فانت لازم تتاكد ان الميه يعني متامنه خالص. ويعني طبعا الانسان ممكن يتخدع بسهوله يعني، انت تروح وتشوف الميه شغاله والدنيا تمام ومش عارف ايه وبتاع، لكن خد بالك من شويه حاجات يعني برضو. يعني مثلا هتروح انت عند ارض والله شغال مثلا كهرباء، بس شغال كهرباء ممارس، طيب دي فيها مشاكل برضه، ان في اي وقت ممكن تتشال مني الكهرباء. انت بتروح عند حد برضه ميه، بس في ايه شراكه كتير والميه ما عرفش حد يتلم عليها يعني، ما تعرفش تلم على الميه بتاعتك كذا كذا. الناس متفرقه، لو حصلت عطله ما حدش راح يسند كلها، هيسيبك ويمشي. لو حتى في طاقه شمسيه يعني يكون عندك معرفه ان والله الطاقه الشمسيه دي كذا هتكفي تسقي كذا فدان، فانت تكون واعي
ان المياه دي اصلا راح تكفي المساحه دي ولا الموضوع ده زياده عنها. فانت لما هتيجي هتلاقي نفسك لا زرعك وسط مجموعه مش لاقي مياه. لو هو جاز دي مشكله ثانيه برضو، مشكله كبيره، الجاز اعطى لك كتير وغير تكلفتها يعني. وفي موضوع العطال ده يعني هل المجموعه يعني متماسكه ان هي تقدر تصلح العطله بسرعه؟ المايه ما كانتش متامنه، انت عرضه لاي وقت تخسر زرعك تماما. فما المفروض تكون لك خبره يعني قدام ما تروح على مكان. حاجه ثانيه الارض الملوحه والارض المالحه والارض كذا والارض البالطه، برضو انت اخذت خبره في المكان ده ان المناطق دي مثلا المناطق تعرف المناطق دي بالطه او المناطق دي فيها املاح كثيره، فما تروحش فيها. تعرف الارض يعني من نظرتك للارض، الارض ايه حتى الملحه فيها ولا مش ملحه، والكلام ده غالبا بيكون من نتيجه التسويه. فهتلاقي الحته اللي هي مرتفع على الارض جامد يعني الشيء جنبها واطي خالص وهي مرتفعه جامد، من ذلك ان هي تم ردمها الردميه دي، مع ذلك ان يعني ايه بالطه شويه بتبقى فيها التراب الناعمه جدا اللي هي بتبلط يعني، وظلم الارض بتبلط يعني ما فيش صرف يعني ايه ما فيش غسيل املاح يعني الحته دي مملح يعني الزرع مش هينفع. فكل الكلام ده لازم تعرف قدام ما تروح تخسر فلوسك في الجبل. الاغلب الناس بيحصل معاها كده، بل اصحاب المزارع ذات نفسهم بمعرضين كل سنه بيبقوا معرضين للمشكله. بس في الموضوع صعب يعني في الاراضي الصحراويه يعني. عاوزه يعني وجهه نظر ثانيه مختلفه في تامين الميه والكلام ده. مفترض يبقى مثلا عندك طاقه شمسيه وعندك احتياطي مولد جاز في حاله اي مشكله او اي حاجه كده، المفروض يبقى عندك موتور احتياطي في حين الموتور لو اتحرك وبتاع بسرعه تشيل وتحط الموتور الثاني. يعني هي موضوع مكلفه لكن ضروريه، ولا تخسر الارض الزرع اللي انت بتزرعه يعني. او تشترك مجموعه من المزارع مع بعضها في مولد مشترك في حاله العطال وفي حاله المشاكل يعني، او موتور مشترك زي كده يعني. كان معكم عرفات دبوك من المزرعة رقم 1 على اليوتيوب أو @farm1.